نعم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. الشيخ عبيد، تفضل يا أخي. أنا أحبك في الله يا شيخ. أحبك الذي أحببتنا من أجله. معك أبو عبد الرحمن من ليبيا يا شيخ. تفضل تفضل. لدي سؤالين، بارك الله فيكم يا شيخ. عجل تفضل. شاب طلب منه أن يكون إمام وخطيب مسجد في بلده، ومن شروط الإمامة والخطابة بأن يلتزم المرشح لهذا الأمر بالأمور التالية: 1- الدعاء الجماعي بعد كل صلاة، 2- القنوت في صلاة الفجر، هذا بالنسبة للصلاة. أما بالنسبة للخطابة فمثلا إذا وافق يوم الجمعة بدعة الاحتفال بالمولد النبوي فإنه يطلب منه أن يخطب في هذا الموضوع، بمعنى الدعوة إليه وعدم التنكير على أنه بدعة، وهكذا، مع العلم بأنه إذا لم يلتزم بهذه الشروط سيتعرض للمساءلة سواء من الهيئة العامة للأوقاف أو من جهات أمنية أخرى. إذا لم يقبل الشاب بهذا الترشيح فإنه سيتم تكليف شاب آخر مخالف للسنة ويوافق على هذه. يعني لا تطل، بارك الله فيك، أنتم مشكلة مشهورين بالتطويل. نعم يا شيخ، بارك الله فيك. أقول بالنسبة للمولد، يعني يذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر تاريخه وأنه فيه صلاة، يعني يأتي بالمعاريض ولا يتعرض للاحتفال، الاحتفال لا يتعرض له، لكن يمجد مولد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيد البشر، من يعني يستعمل المعاريض. بالنسبة للقنوت في صلاة الفجر والدعاء الجماعي، يعني يقنت سرا ويختصر القنوت، وبالنسبة للدعاء الجماعي يدعو دعوات بسيطة. وأنا حسب ما بلغني حدثني رجال من قطركم أنه لا يلزم كل يوم، لو أنه بعض الأيام ترك لا بأس. لكن يا شيخ بارك الله فيك، كما قلت أنت، ليس كل الأقدار يا شيخ، بل مكان دون مكان يا شيخ. يعني ماذا يصنع؟ يعني كونه يمسك هذا، كونه هو بنفسه يحتوي هذا المسجد ويعلم الناس فيه السنة، خير من أن يترك ويأتي شخص آخر مبتدع. بارك الله فيك يا شيخ، حتى لو كان ألزم بالحلاقة والإسبال يا شيخ. لا، حلق اللحية لا، فيترك يا شيخ إن ألزمه بذلك. نعم نعم، من طلب من حلق اللحية فلا يقبل. بارك الله فيك. السؤال الثاني يا شيخ، شاب له أخ يعمل في مصرف ربوي، فهل يجوز لهذا الشاب أن يشتري؟ يعني هذا يعني الأخ هذا ماذا يباع؟ ما عمله في المصرف؟ ما هو يعمل في المصرف يا شيخ، وهذا المصرف ربوي، ماذا يعمل عمله؟ ما هو؟ والله يا شيخ بارك الله فيك، أنا لا أعلم. إذا أنت سألت عن شيء لا تدري عنه. ما يا شيخ بارك الله فيك، لدي عن لدي المصارف الربوية لها أعمال أخرى ليست ربا. نعم. لها أعمال أخرى ليست ربوية، تقصد أعمالها مختلطة، وبناء على هذا فإن راتب الأخ حلال، ولكم أن تواكلوه وتشاربوه. هو يعني الشيخ هل يشترك مع أخيه لشراء سيارة أو إقامة عرس مع أخيه يا شيخ؟ لا مانع. بارك الله فيكم يا شيخ، جزاك الله خير يا شيخ. وفيكم أهلا وسهلا. السلام عليكم يا شيخ. وعليك السلام ورحمة الله.